من 75 سنة تم افتتاح أول فندق ونادي للقوات المسلحة في حي الزمالك، وخلال السنين الطويلة اللي تلت افتتاح نادي ضباط الجيش في الزمالك كانت القوات المسلحة بتفتتح نادي وفندق كل 5 سنين تقريبا في أماكن مختلفة ومتنوعة وبإمكانيات جيدة. ومن أغسطس 2012 حتى الآن، يعني تقريبا خلال 1.5 سنة، حصلت طفرة مدهشة وإنجاز مذهل. افتتحت القوات المسلحة حوالي 10 نوادي وفندق في الوقت البسيط ده، كلها على مستوى عالي ومميز خدميا وجماليا. انتبهت القوات المسلحة لأمر مهم جدا، إن أغلب المراكز التنويرية والثقافية في القاهرة متمركزة في غرب القاهرة، في حين إن شرق القاهرة يكاد يخلو من المراكز دي. ومن هنا كان القرار بإقامة مشروع ترفيهي تنويري وخدمي ضخم للعسكريين، وفي الوقت نفسه يقوم بتقديم رسالته الثقافية والحضارية لعموم الشعب المصري، مكان يكون متنفس حقيقي ليهم، بؤرة مضيئة ثقافية ورياضية وترفيهية وخدمية. وتم اختيار المكان بالفعل، منطقة زهراء مدينة نصر، مكان بكر وهادئ بعيد عن التلوث وفي وسط أكبر تجمع سكني لضباط القوات المسلحة وعائلته. وتحقق الحلم الكبير على أرض الواقع، أكبر وأضخم مجمع ترفيهي رياضي خدمي، نادي وفندق توليب سبورت سيتي، مسطحات خضراء وملاعب متنوعة جاهزة لاستضافة المنتخبات الرياضية بكافة أنشطتها وألعابها للتدريب وإقامة المعسكرات والمباريات، ده غير الإقامة بفندق غاية في الرقي والجمال. وداخل النادي تم التخطيط لاستغلال المبنى الاجتماعي بقاعاته المتنوعة والمختلفة المساحة والتصميم لإقامة الحفلات الكبرى والندوات الثقافية المهمة والمؤتمرات والمناسبات العائلية المختلفة. وفي إطار المشروع الحالم ده كان لازم يكون في قاعة مسرح بتصميم مبتكر ومتفرد وبيخدم أكتر من فكرة في وقت واحد وفي نفس الوقت، ثقافة وفن وترفيه. فعلى المسرح هيقف أولادنا يعرضوا مواهبهم، غنى وتمثيل ورقص وعزف في وسط جو دافي وساحر، تمهيدا لتبني الموهوبين الواعدين منهم لآخر مدى. وفي وسط المناخ الفني والثقافي ده كان لازم يكون في قاعة كبيرة مجهزة لعرض أعمال الفنانين التشكيليين من الشباب، لوحات فنية، نحت، تصوير، وعمل معارض دائمة لأعمالهم لدعمهم والاحتفاء بفنهم وإعطاء الفرصة لرواد المكان بكافة أعمارهم وثقافتهم للاستمتاع بالأعمال الفنية وباقتنائها. شاشات عرض في الهواء الطلق العرض أفلام أو مباريات في إطار استكمال كل أشكال المتعة والترفيه لرواد النادي. أما فندق توليب سبورت سيتي فنقدر نقول إنه حكاية كبيرة قوي، غرف وأجنحة غاية في الرقي والجمال والرفاهية،
مطاعم داخلية وخارجية بمختلف الطرز والتصميمات العالمية، جيم وسبا خاصين بالفندق، ده غير الجيم والسبا الخاصين بالنادي، وكلهم مجهزين ومصممين بمواصفات دولية. ولأن من الحتم الحفاظ على المستوى الرفيع ده، قررت القوات المسلحة إنشاء شركة توليب للإدارة الفندقية، المؤسسة السياحية للمشروعات الترفيهية المتكاملة. وأكيد من الصدفة إن اليوبيل الماسي يواكب الميلاد الجديد لإدارة النوادي والفنادق الخمس نجوم، يعني رفع سقف الطموح الكبير لأفق جديد لا نهائي. وكان فندق توليب الإسكندرية بمنطقة مصطفى كامل أجمل وأروع فنادق الإسكندرية الجميلة على الإطلاق، أول النجوم المتلألئة في سماء الطموح العريض. الحقيقة إن الحكاية ما بقتش مجرد طموح أو حلم، إنما بقى واقع نقدر نلمسه ونحسه ونفخر بيه. وإذا كان الطموح والأحلام في الإبداع والجودة والرقي والتنوير ملهمش حدود، فالإنجازات دي بتقول إن الواقع قادر إنه يدهشنا أكتر، يدهشنا بناس قرروا إنهم يلمسوا السحاب بإيديهم.